في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقروما التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة من تفكيك شبكة إجرامية تنشط بين ولايتي البويرة والمدية. هذه الشبكة تتكون من 10 أشخاص، من بينهم المتهم الرئيسي الذي هو محل أمرين بالقبض. تعود حيثية القضية بناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين تعرض محله التجاري لسرقة مضخات كهربائية ومولدات كهربائية تستعمل في سقي المحاصيل الزراعية. على إثرها تم تفعيل عنصر الاستعلام ليتم توقيف جميع أفراد العصابة المتكونة من 10 أشخاص بجناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة السرقة بتوفر ظرفين فأكثر من ظروف التجديد، جنحة إخفاء أشياء مسروقة والمشاركة.